كنت جالسة بالبيت الحالي، فجأة أسمع صوت باب الحوش ينفتح. خفت بس فكرت بسرعة ورحت على طول المطبخ وأخذت أكبر سكين قدامي، ولا أسمع صوت أحد يدخل للبيت. أخذت السكين ورحت بسرعة ورا باب المطبخ وقعدت أجهز نفسي، قلت أول ما يدخل راح أهجم عليه وراح أذبحه. ومسكت السكينة وقعدت أنتظر، وفجأة دخل الحرامي. قلت بقوم أهجم عليه، طاحت السكينة من يدي. شفت السكينة طايحة بالأرض، أطالعه ويطالعني، أطالعه ويطالعني. قام مسكني، ضربته بأقوى ما عندي بس ما أثرت فيه ضربتي ولا شوي. قمت سويت الشيء الوحيد اللي أقدر أسويه، دفيته من بطنه بقوة وطاح على الأرض وركض على غرفتي. وزين إني كنت أسرع منه، وصلت الغرفة وسكرت الباب وقفلته بالمفتاح. قعدت أدور على جوالي، طلع الجوال بالمطبخ والحرامي جالس ينتظرني، وشاف جوالي إنه مو معي، يعني ما أقدر أتصل وأبلغ. فجأة تذكرت جوالاتي القديمة وقعدت أفتش وفتش بالأدراج إلين ما لقيت الجوال، شحنته والحمد لله أشتغل، ودقيت على الشرطة. الشرطة مسكوه، الحين كل ما هلي يطلعون أنا قبلهم.